فهؤلاء لا يسمعون أنا عندي مشروع هذا المشروع بعد هذا الزلزال اللي صار بالسعودية وإسقاط الطائرة عمدان إسقاط الطائرة كانوا شاردين بها ناس هواية ما طلعوهم هذه القضية أكو أكبر منها القضية يقولون 11 أمير لا أنا أقول لكم 50 أمير اول هيل اول ليله كان 18 والبقيه كثروا وزراء وضباط وغير وانقتل من عندهم ثلاثه ما ادري اربعه بالم شنو بالمداهمات هذا يدلل على ان هناك ثوره كبيره في السعوديه ومن ضمنهم رئيس وزراء الدوله الفلانيه عرف شلون؟ الجهله ينعقون عدنا وعد الناس كلها اذا هذه الحاله سبقت حاله منذ زمن طويل عند آل سعود الحاله القادمه اليهم يتصورون بالقضاء على متعب المعتدل ومحمد بن نايف هذا وهاب محمد بن نايف بس متعب خوش آدمي الله يشهد هسه تقولوا لي ليش ايش جوزاني يا يعرف هو يعرفني ها, أخوة. ها اول مره احكيها انا هالرجل ها يعرفني كان رجلا متفهما وعاقلا لبيبا وغير متهور هاي القضية وأنا قلت له من زمان وعندي شهود وعندي تسجيل للي أنا حكيت وياه اللي أنا إجاني من فلان مكان وحكيت وياه قلت له هذا راح يحطونه تحت الإقامة الجبرية هذا الحكي من زمان قبل ثمانية أشهر أو تسعة أشهر قلت له ويحبسونه وياخذون امواله قال لي ما معقوله قلت له وهذا اقرب الناس اليه يعني من خلال تليفونه انا حكيت ويف وي الامير ولذلك قال ماكو عندنا معطيات الان اصبحت المعطيات حاصل تحصيل حاصل بشكل كبير جدا ماذا يريدون الناس من ابو علي اكثر من هاي المعطيات ماذا يريدون انا ادعو الى الامام الحجه اذا احترقت السعوديه او ذهب نفط فلان او اليمنيين دخلوا الى الرياض لا يعني لي شيء انا يعني لي عندي مشروع هذا المشروع هو مشروع الامام الحجه ابن الحسن الاحداث التي تصير في السعوديه الان وصائره هي من تدبير الامام الحجه ابن الحسن للقضاء على هذه الفتنه لان المؤسسه الدينيه هي التي ستنقلب على ال سعود وتستحل بيت الله والوهابيه يسيطرون على كل المشاريع بليله واحده ستسمعون عاجلا ان المؤسسه الدينيه بقياده محمد بن نايف او غيره ربما يقتل محمد بن نايف ولذلك هذه المؤسسه هي الوهابيه حينما يستولون الوهابيه على كل مقدرات السعوديه بين ليله وضعها يحكمون بحكم داعش اللعين وسترون قادم من داعش الان هناك انفجارات مرعبه ستحدث في السعوديه ومدمره وليس بسيطه اذا ابو علي حينما ركز عقله مع معلمه